فاطمة طالبة في المرحلة الثانوية، تعود للمنزل كل يوم وقت الغداء، ثم يبدأ الشجار بين والديها، فتفر هاربة إلى غرفتها وتفتح الكمبيوتر وتدخل إلى أحد مواقع التواصل وتكتب كل ما تمر به من مشاعر الضياع والحزن. فغرفتها هي المتنفس الوحيد لها، لأنها مليئة بالأجهزة الإلكترونية اللي تبحر من خلالها في عوالم كثيرة ومتعددة وخطيرة في بعض الأحيان، لكنها تجد الراحة ومحبة الآخرين في تلك العوالم، ومع الوقت تصاب بالحزن والكآبة، والسبب هي هذه العوالم نفسها. فأصدقائها وزملائها في مواقع التواصل الاجتماعي يملؤون صفحاتهم بأخبارهم السعيدة وصور الأوقات الجميلة اللي تدل على أنهم يعيشون حياة مثالية في داخل أسرهم. فتقارن فاطمة بينهم وبينها، فيتعمق الحزن والقهر في داخلها، لتصاب بعد سنوات قليلة بأمراض نفسية كالاكتئاب والقلق. والسؤال هو، ما الذي حصل في داخل جسم فاطمة لتصل إلى هذه الحالة الكئيبة؟ لو كان فيسبوك دولة لكان أكبر دولة في العالم، تعرفون ليش؟ لأن مشتركيه أكثر عن سكان الصين ب400 مليون إنسان، وفي اليوم الواحد يقوم مستخدمو فيسبوك بنشر 1 مليار بوست، وهناك 200 مليار تغريدة تنشر في تويتر كل عام. أرقام هائلة نحتاج أن نتوقف عن تأثيرها في حياتنا، ولكن هناك من يقول بأن استخدام هذه المواقع له تأثير على أدمغتنا يشبه تأثير الكحول والمواد المخدرة، فهل هذا صحيح؟ السؤال هو، لماذا ندمن على استخدام تطبيقات السوشيال ميديا؟ تعرفون ليش؟ لما يحصل شخص على مشاهدات عالية في إحدى التطبيقات، ولما يحصل على لايكس أكثر، تتدفق في دماغه مادة كيميائية اسمها دوبامين، اللي يسمونها هرمون المكافآت، ويصيب الشخص نفس الشعور اللي ينتابه لما يأكل أكل لذيذ أو يشرب شيء حلو. أيضا استخدام هذه التطبيقات والتفاعل مع الناس فيها يمنح الإنسان شعور بالانتماء، وهو شعور مزيف طبعا، لكنه يخلي الدماغ يطلب المزيد من الدوبامين، ولهذا يحصل الإدمان. حد من الناس تصيبهم حال غريبة، هالحال يسمونها متلازمة الاهتزاز الوهمي أو Phantom Vibration Syndrome. شو يعني؟ بحسب دراسة قام بها الدكتور مايكل روثبرغ من كلية الطب في جامعة تافتس ومجموعة أخرى مع الباحثين، وجدوا أن كثير من الناس اليوم عندهم توهم بأن هواتفهم تهتز، أي أنهم استلموا عليها تنبيهات بينما في الحقيقة ما يهم أي شيء. أما ميشيل دروين الباحثة في جامعة إنديانا فتقول أن 9 من كل 10 طلبة في الجامعة عندهم هذه المتلازمة. بسألكم سؤال، كيف يأتي الإبداع؟ يقول إير ميلر من جامعة MIT بأن الإبداع يأتي بعد تركيز طويل، بحيث يغوص الإنسان في فكرة ويتشعب فيها. طيب شو علاقة هذا بالسوشيال ميديا؟ يقول إيرل بأن المالتي تاسكينج، أي القيام بعدة مهام في الوقت نفسه، ضار بالدماغ. مثلا تصور لو أنت قاعد تجهز برزنتيشن للجامعة أو للعمل، وفجأة يأتيك إيميل فتوقف شغلك وتروح تقرأ الرسالة، وبعد ما تخلص ترجع للبرزنتيشن. هنا يبدأ الدماغ يفقد القدرة على التركيز، لأن التركيز يحتاج إلى مجهود عالي من الدماغ، ولما ينتقل الإنسان من مهمة إلى أخرى تضعف قدراته الذهنية. السوشيال ميديا تؤدي في كثير من الأحيان للإحساس بالإرهاق نتيجة لعمليات المالتي تاسكينج الهائلة اللي تدفعنا لها. فأنت فاتح واتساب وفاتح تويتر، ثم انتقلت إلى انستغرام وبعدين يوتيوب وبعدين فيسبوك، وفجأة دخلت عالم سناب شات عشان تعرف الناس وين رايحة واليوم شو سوت. كل هذا يحط الدماغ تحت ضغط كبير جداً عشان ينقل تركيزه من تطبيق إلى آخر ومن هاتف إلى آخر، في النهاية ينتهي يومك وأنت منهك ومتعب، مش فقط بسبب العمل أو مهام اليوم، بل أيضا بسبب السوشيال ميديا، وبالتالي ما تحفظ وما تفكر وما تستمتع، لكنك تظن في الوقت نفسه بأنك مستمتع. لاحظ العلماء أن منطقة النواة المتكئة في الدماغ اللي اسمها العلمي هو نيوكليس أكامبنس، المسؤولة عن إحساسنا بالمكافآت، تنشط بشكل كبير لما نتكلم عن أنفسنا، لكن لما نتكلم مع الناس
نتحدث عن أنفسنا بنسبة 30 إلى 40% فقط. أما في السوشيال ميديا فإن 80% من حديثنا يتمحور حول أنفسنا، وبالتالي تنشط مناطق الدماغ المسؤولة عن الحب والتحفيز كلما كان عندنا متابعين أكثر. الطريف في الأمر هو أن هذه المناطق الدماغية تنشط بالفاعلية نفسها لما نتناول الحلويات والشوكولات. هناك شركة تأمين سيارات اسمها First Car Quote. هالشركة ما تخليك تأمن على سيارتك قبل لا تسمح لها بأنها تطلع على بياناتك في فيسبوك. تعرفون ليش؟ لأن عندهم برامج تقوم بتحليل شخصيتك من خلال كلامك وصورك ونشاطاتك وأصدقائك، لتعرف الشركة إذا كنت سائقا متهورا أم لا، وبناء على نتائج التحليل يعطونك سعر التأمين. تعرفون هذا شو يعني؟ يعني أن استخدامنا للسوشيال ميديا ما عاد التسلية فقط، بل أن كل ما نقوم به هناك يرصد ويحلل وراح يدخل في تفاصيل حياتنا. يعني يمكن أنك أنت تتقدم إلى وظيفة في المستقبل فتقوم الشركة بتحليل بياناتك الشخصية من مواقع السوشيال ميديا قبل حتى ما يحدد قسم الموارد البشرية إذا كنت تصلح للمقابلة أم لا. الآن أكيد حد منكم يسأل ويقول معقول يعني ما شيء فوائد السوشيال ميديا على الدماغ والأعصاب؟ يقول الدكتور ميشي من جامعة فيري في برلين إن هناك أكثر من 10,000 مقال ذكرت فيها كلمة سوشيال ميديا، ولكن ما عندنا مقال واحد منها يتحدث عن الفوائد لهذه المواقع على الدماغ. طيب ليش نستخدم السوشيال ميديا بهذا الشغف؟ لأنها تغرينا لإشباع حاجات اجتماعية 5، وهي أولاً أن نقول ما لدينا، ثانياً أن نسمع رأي الناس في الشيء اللي قلناه أو في الصور اللي نشرناها، ثالثاً أن نتابع حياة الناس وماذا يفعلون، فضول يعني، رابعاً أن نبدي آراءنا حول ما فعله أو قاله الآخرون لأن هذه غريزة في داخل الإنسان، وأخيراً وهذا أهم سبب حتى نبني علاقات مع الآخرين، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش سعيداً لوحده. حد بيقول أيوة، إذن إحنا نستخدم السوشيال ميديا علشان نتكلم عن الناس ونتابع حياتهم؟ بقولكم شيء، تعرفون ليش الناس بشكل عام تحب أنها تتكلم عن الناس وتتابع حياتها؟ لأن هالعملية تنشط منطقتين في الدماغ، منطقة القشرة الجبهية المسؤولة عن السلوك الاجتماعي، ومنطقة الفص الصدغي المسؤولة عن النظر والسمع واستيعاب اللغة. يعني باختصار ما نقوم به في السوشيال ميديا يلبي حاجات الدماغ اللي كنا نسويها من زمان لما كنا نقعد مع بعض في مجلس ونسولف ونضحك ونتداول أخبار الناس. أسألكم سؤال، كم مرة تشوفون صور أكل في إنستغرام في سناب شات وفي غيره من التطبيقات؟ كل يوم صح ولا لا؟ طيب تعرفون ليش الناس تشارك بعضها صور الطعام؟ يعني ليش تسوي شيرينج لتلك الصور؟ هناك دورية علمية اسمها أوبيسيتي أي السمنة، نشرت فيها دراسة تقول إن صور الأكل اللي ينشرونها الناس في السوشيال ميديا ترفع من هرمون الجوع في الجسم اللي اسمه غريلين حتى لو كان الإنسان شبعان، ولهذا فإن أكثر من نصف الصور اللي تنشر في إنستغرام هي صور الطعام. ولتوضيح أثر السوشيال ميديا على المراهقين، بتقول الباحثة النفسية لورين شيرمان، بتقول إن مرحلة المراهقة مهمة جدا في حياة الإنسان، ففي خلالها يتعلم الكثير من المهارات الاجتماعية كقراءة وجوه الناس وتعلم كيفية التعامل معهم، ولكن لأن المراهقين اليوم يعيشون في السوشيال ميديا طول اليوم فإنهم يقرؤون اللايكات اللي يحصلون عليها وتعليقات الناس على ما ينشرونه، مما يفقدهم القدرة على فهم الحياة الاجتماعية والطرق الصحيحة للتعامل مع الآخرين. لكن هل هذا مضر أم مفيد؟ تقول شيرمان إن هذا هو الواقع وعلينا أن نتعامل معه. بعد أن تعرفنا على تأثير السوشيال ميديا على أدمغتنا، خلنا نكون واقعيين، إحنا ما نقول قاطعوا السوشيال ميديا، أصلا هذا الكلام خطأ، لأن كم استفدنا من هذه المواقع؟ كم أموال جنينة؟ كم صداقات كثيرة شكلنا في هذه العوالم الجديدة؟ لكن لابد أن نعرف
لأن التأثيرات السلبية لهذه التطبيقات على المراهقين كثيرة جدا. تعرفون ليش؟ لأنهم ينتقدون من سن مبكرة على أشكالهم وكلامهم وأفكارهم. شو اللي يصير؟ فيكبرون وهم مليئين بالعقد. وأخيرا ما في حد تمنى وهو على فراش الموت أنه قضى وقتا أطول في متابعة الآخرين، بل معظم الناس تمنوا لو أنهم قضوا وقتا أطول مع من يحبون. لحظة الكشف البعيد.